شهدت الفترة الأخيرة افتتاح أجزاء حيوية من شبكة الطرق السريعة واللي تخدم كافة مناطق البلاد، ومن بين المشاريع اللي تم افتتاحها اللي تخدم المناطق الجنوبية مثل الوكرة والوكير والمشاف، وهي المناطق اللي تمتاز بكثافتها السكانية بالإضافة إلى ارتباطها بحركة التنقل من وإلى مطار حمد الدولي وميناء حمد والمنطقة الصناعية وغيرها. والآن تم افتتاح طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد بكامل مساراتهم في الاتجاهين أمام الحركة المرورية، واللي يعتبر الامتداد الجنوبي لطريق الدوحة السريع من خلال اتصاله مستقبلاً مع طريق 22 فبراير. يبلغ طول طريق الدوحة السريع 11 كيلومتر، ويصل بين الطريق الدائري السابع وطريق مسعيد، ويعمل على تسهيل الوصول لمناطق الوكرة والوكير والمشاف. يضم طريق الدوحة السريع 5 تقاطعات متعددة المستويات تؤدي إلى مناطق الوكرة والوكير والمشاف، راح يتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة. أيضاً يضم المشروع ممرات للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية يبلغ طولها 42 كيلومتر. افتتحت أشغال أيضاً طريق ميناء حمد الواصل بين ميناء حمد وبين الطريق الدائري السابع، الطول يبلغ 14 كيلومتر ويضم 4 مسارات في كل اتجاه، وهذا الشيء يسهل حركة الشاحنات القادمة من وإلى الميناء باتجاه الصناعية، بالتالي تعزيز حركة نقل السلع والبضائع من الميناء مع باقي مناطق الدولة. وتواصل هيئة الأشغال العامة جهودها للانتهاء من مشاريع الطرق السريعة في كافة أنحاء الدولة لتحقيق مهمتها في إنشاء شبكة طرق سريعة ومترابطة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.